الوقت راح اقيد الى الساعه 3:30. الساعه 3:30 الكل بالعباره، بعد 3:30 10 دقيقة احنا للطرف من الجزيرة. رجاء رجاء نحن يسعد اذا مشينا وبوحنا بالجزيرة، يعني اعطينا وقت كلش كلش كافية. هي الجزيرة جاي شوفوا ما اكو اي شيء، فقط الحنتور والبازيكل ومطعم، يعني تركبوا الحنتور او تتشولوا ها هي فقط. احنا راح نوقف في العبارة يم البلدية، يم بلدية اضلال، خاف ما تقدروا ترجعوا ما تعرف العبارة تقولوا بلدية أضلال نيرنا، يعني وين صايرة بلدية أضلال. هو كله يتكلم عربي، واحد يتكلم تركي داخل الجزيرة، راح نشوفه كله يعرف عربي. احنا نمشي كلها سوا على الكتاب، وهناك راح يبلغوهم على ايش؟ بس نيردا يعني الطرف، هم طابقين عربي وانجليزي وفارسي كل شيء. هذه هي اليوم يعني ظروف ما